بتفعيل الإجراءات الحمائية التي رصدها المشرع لا الوطني ولا الدولي فيما يتعلق بحماية الضحايا، ضحايا الاعتداءات الجنسية بصفة عامة وضحايا الاتجار بالبشر على وجه الخصوص. كاين إجراءات اللي جات في قانون المسطرة الجنائية، واضحة كتعلق بأن هاد الضحايا كيخصهم يتمتعوا بالحماية ويتمتعوا بشروط ديال المحاكمة المنصفة، وبأنهم خاص تكون واحد الحماية الاجتماعية. وداك الشيء طلبنا حنا بأنه المحكمة تصدر قرار باش تكلف باحثة اجتماعية باش تجيب لهم واحد التقرير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. حنا ما كنخافوش، حيت حنا ما كنخرجوش نقولوا الكذوب أمام الرأي العام. حنا واضحين ومنسجمين ومخلصين القضية ديالنا واليمين ديالنا، وبالتالي كنا كنطلبوا المحكمة وطلبنا من المحكمة الآن باش يخرج واحد الباحثة الاجتماعية تجيب تقرير على الوضعية الحقيقية ديال الهشاشة وديال الضعف وديال الإقصاء وديال الفقر اللي كتعاني منه النساء اليوم. من بعد هاد المتابعة ومن بعد هاد المحاكمة وصلوا لواحد الوضعية جد خطيرة وجد مزرية، وبالتالي حنا كنطلبوا من المحكمة دير تفعيل الإجراءات الحمائية، لأن كما طالبنا الدولة وطالبنا مؤسسات وطالبنا حتى المجتمع المدني، لأن هاد الموضوع أصبح يستوجب الكثير من على الاقل الانضباط لمقتضيات القانون. حنا ما كنقولوش شي حاجه اخرى، حنا بغينا غير القانون يكون هو الحكم والفيصل بيننا.